صلى النبي عليه الصلاة والسلام كسوق بجبينها صلى النبي بحق سوق قاتمانت حتى قرر كشكي رسولك الله سبحانه وتعالى قرآنك عقلي هاي مركو كشكي أنا يا النبي عليه الصلاة والسلام وين يمكن يسمى لا بدنا لغير شيء كي رسولك عليه الصلاة والسلام حتى سورة محمد آيات جت محمد رسول الله لكن سورة الأحزاب إلهي وحجري إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقت مرتبة وين اللي جالسي رسولك اذكروا اللي جالسي ملا إلهي ملائكتي سبا وحيكو صليا للنبي عليه السلام معاني فربضنا إلهي قلنا حريستان دعو ماركتي ملائكتي ودعيني رسولك دبي داف ويديني السقن دبي رسولك عليه السلام معصوم انت صدن مركز او حل امر المسلمين تي وحل يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما النبي عليه الصلاه والسلام كصليا تشيسا نحريس الى ويديا نبت قري الى ويديا مركز حل غير قيب كمدى الصلاه دي شنت وقت وحل اخرنا اللهم صل وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد مركز نوع لا بنوع حاجرته وصلي النبي عليه الصلاه نوعنا الصلوات الإبراهيمية اللي يراه ذا وصيدة سواء أرورتي أو قعد نصوصة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام نوعنا علوم ذا أي اجتهاد سما يسوحين هذا صليا هدف كي سوحوا النبي إن لو يديو نحريس إيو النبات قريو مركا دا قصو قلت اللهم صلي سي وحببا أقول لحظه اللهم صلي وصلي صلي معنى إله قلنا حريسه وسلم نبت قلي سي هذا تكون عليسو ويقول لك أنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ويقول لك أنت ما أها حروف أهان لكن معنى أهان وحين الربان كل ماذا سي قفك أنت أقول بضا إنه قاسي تضع شام بقول قاسي تضع بقول قاسي عربك على الربا إن لإدبيو عربك على الربا إن حانت لغا جوجيو ورك معناه لين لغا جوجيو مرك محا من أبي ابن كعب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مركز أو حير النبي عليه السلام مركز ويمن أو حير يا رسول الله رسولك إله أنا جوا وردي أو ده نك يا ده هاي وردي أنا أخري وأنا دعي استاو ده وحن ربنا إله ويدي استا مركز حول القاب كمد أه ماركتي أذان كوصليا خاب كمنا إلهي سبحانه وتعالى أيام ويديسته وحان ربه مركو حويري صلي النبي عليه السلام إلا انتين كدقا انتين جر أنكو صليا ساسوا معناها وحان كهر مريا كهر مرنا يا مركا مالين سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال الله صعد النبي عليه الصلاة والسلام وحويري أنا قوضة صعونه وقوضة شيكي سنين أي النبي عليه الصلاة والسلام هل مرقلوك قلعه سجود سلم فران واستاي واسوي عبار وسجود سنا سوى فرحة وقصلا يا مركاس وصوكع مركاس ولا الحمد لله ولا يا رسول الله موحبا سودي حاول جبريل ايمت ولا وحنا من انكوشا درجة سارة ولوغير سيو قفكي كوصلي هل مر الهي سبحانه وتعالى طبنجر وقصلنا يا الله اكبر مركاس وحول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا قفكي هل مرء وصلي إلهي سبحانه وتعالى ما يقول كسلين آية طبعا كجر مرك بقول جرى أخرس اللهم صل وسلم على محمد 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 بقول أجاسيس إلهي سبحانه وتعالى طبعا كل فنايا بغير غني كن نحريس إلهي كسلين آية أكون نحرس معناتها نحرس تحوى إلهي أكوفر الباب ذا خير كأوطن نحرس ساسوا معنى هذا إلهها كان حي إلهها دو كان حي يكلو أباهمته إنه كان حي إلهها دو كان حي يكلو أباهمته إتكلو أباهمته مالها مالك حديث كاسي أبي مالك وحوي رماش عن كسي وحوده انتي مالك رسولك وحويري انت دون تقول هاي رسولك عليه السلام مالك سويري كورن هدي أو دعاء ذي ذا مركا وردنا يمارون بالدعاء ذي ذا أن كرده سدح ميلات لبو هذا كان سدح ميلات حل أنكو وصلي
حداي تاسنا وي في عنتهاي هذا كبدسن ويكسي في عنتها من عقل بدنو هذا كبدس ويكفي حتى الى نجا واحد بدنو الربا مركز او حيري كورن هدي نصنا ان دعوك دكتو والى هي وحنا ربا ويديستو نصنا ان اديو كوغو سمي مركز يوري تاسنا تي هور ويكفي عنتها هذا انت كزياده سن كبا في عن رسول كولي انت كزياده سن ليه من عقل بدنو ويا كورن هدي لبا ميلوت اديو ان كوغو سمي هل ميلنا ان دعاده كدكتو وحنا الى هي ويديسن لها وحير ولا تيهر ويكفي عنتها هذا كزيادة سنة ويكفي عنتها هذا كزيادة سنة ويكسي في عنتها ما كان سوى حير يا رسول الله سؤال مكوي ديها ما لنتو أن أذيل كرينا نكوه صليه أو دعادي وحيرنا أسكر دعفو أذيل كرينا صلي النبي عليه السلام نكوه أخري كور إذن ما كان سوى يا رسول الله يكفى همك ويقفر ذنبك شكرا يا سبدي شمارك وحي أضرب طورنا ويكفى همك وحوال وح على وحي عليس كسرنا أنا على قاع قاضي هدي حنون تري حنون على قاع قاضي هدي دين تري دين تري على قاع جدايا هدي إلمن أنت إله إلهم كسرنا يا سلمنا بدت كوي رئيسنا مركاسي مركو أنت أصدهاي مركاسا عوده مركاسي أجعل سلاتي ما ركت عليك كلها ما ركت سلات سلات معناه صلي أن كوس لنا يو هذا أن كوس لنا يدش هذا waxaan ka dhigay wardigeeda maalintii oo dhan ana halka markuu xalay qaatay culumada ee rasuulka wuxuu ogolaaday in maalintii oo dhan asiga lagu sameeyo markii intee noqon kartaa marka waxaan rabaa ku soo gabagabeynayaa nin ayaa jirtay saliga nabiga kaleey salaam saliga nabiga kaleey salaam oo badiyay asiga iyo xaaskii isla akhriyay oo deyn lagu lahaa oo xabsi sugay maalintii ku xigtay sheeko dheer waayay laakiin waqtigay ugu dhamaaday ninkaasi oo xabsiga sugaayay maalinta ku xigta inuu xabsiga iska xadiray ahayd lacag badan oo lagu lahaa ninkaasi saliga nabiga waxay bilaabeen salaadda cishaha kadib salaadda waqtiga salaatu leylka way wadeen asagay xaaskiis wuxuu ku heshiiyaanay ahayd sababta xadiiskan ay soo xusuustaan in wax alla wixii culays ku hayo dhan xanuun deyn lagaa qaadayo salaad cishaha salaadda markaasi ninkiyaa daalay marka صلي على وضي مركو هردو نعي خيو النبي وكوارك عليه السلام وحال الله دري نين غوفرنر انو اتاقه او ده النبي قاعد صوت دري وحونك وامر ايا لعقتاس انا بحسو اي ايو قدو هدو كله محا دليل او علامة النبي انا تسعط او نبي محمد وكو صوت دري عليه السلام وحاد كتير هذا حالي سلي النبي أخرين جرتي نمبر كإلا كن مراس وجرسين جرين كاس نمبر كيا كا قسمي أو جرن ويسي نمبر كي لو قلت لقري إن أتجرت إنكار أدور أول سنة أتصحت عد أجمل هارنتس أديج إله ماهي ساس كده ما كان ساس كده هذا وحاق وضفتا هدول عاد كاب حيو شفاع عدد ما أنت قيامها أنا أشفع قاضيو إلهي وحق قوي دينا جنسي ونو جيو دبي جيسان قول داف لنك واغا بريي سبح دي وحق آذي لك وصلي إلى آخرين أيوه. اللهم صلي وسلم على محمد وحال آخرين صلاة العشاء إلى وقت صلاة الليل انت سكومها على كل حال صلاة الصبح كدي وحق تغي غوبرنر كي أو أما لنك والي أها وحق شاقي نبي المصادري وحالي هي وكو أركي وانا أمره إنو بحيو اللعاق انت سلاك وكبحيو ومحكمة قاضية وأوجد بيلا عتاس حيلها ومعجزوين كأوصلي النبي إلى هذا وعجائبته إلى هذا نمكن ما حد عليه وحورنا النبي وصادري إلى عتاس بين بينا إذا قاضي اسمها عدينا وحورو حا عدينا النبي وصادري وحنقول شيء جارين حالة كقولنا عليه وعدنا عن أوجين وأذيع إلى هالسلوكتين محاوى عرين تاس لأن إله النبي جاء على رسولك عليه الصلاة والسلام النبي جاء محمد جدا إلهه أشيء جايو وحاد عدي مكاسي إلهي سبحانه وتعالى وحي الله صالحين تكون عانوا النبي عليه السلام ضد يرى أركو أنا ضد بدل ما أركام إنك استوى إمام قارق سيد إمام مالك ليجري حبيب والبو أرك الجري وأنا سد حدا وأنا شنطة أو أن شيء دونه ويا شن صفو هدي الغاهر النبي محمد عليه الصلاة والسلام ريكو أركيسي إن شاء الله وتجربة واي وعلومة دي سومرت شان تاسمو الشيء قاعد إلهي رادو
marka ninkaan marka wuxuu dhahay xalay saliga nabiga oo ku tirsanaa aad akhrin jirtay hal lambarka uu kaa dhumay adoo walwasanaa seexatay weligaana taasoo kale kuguma dhicin markaas wuxuu yidhi ninkaan runu sheegaya markaas marka uu sugsugsu u dhahay ha bixin fariin kale uu ii soo faray wuxuu dhahay hadduu lacagta kaa bixiy u sheeg inuu aakhira inaan u shafaaca qaadayo oo ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinaya inuu dembigiisa dhaafo oo jannadana uu galo lacagtii ma aha inuu siiyey laba laaba ugu dhigay wuxuu ugu daray lacag kale oo mahadcelin ah iyo shugur maxala nin hadduu dhooriya lagugu arkay gawar sheeko kale waxaa jirto sheekh weyn oo caalim ah oo anay dhegeyga aan ka maqlay gabar ardada ka mid ahayd waxay dhahda sheekhoo xalay nebigaan arkay calayhi salaatu wasalaam waa gabar aad u yar ahayd 15 jir inay ahdaan umaleyna waxay tiri markaan arkaa wuxuu yidhi u bishaaray sheekhaaga magacaagu u sheegay sheekhu waa ilmeeyey wuu farxay markaasaan waxaa u yidhi su-aal ma ku weydiin karaa gabadhii ha nebiga calayhi salaam waa adagta in la arkee waxaan u maleynaa saliga nebiga inaad badiso maalintii meeqa akhrisaa gabadhii marka wax oo mucjizee sheegtay oo dad yar keliya samayn karaan waxay dhahday maalintii 10,000 oo jeer aan akhriyaa saliga nebiga calayhi salaatu wasalaam allahu akbar 10,000 oo jeer maqlis ninkii hadaayad saxaabiga ahaa oo rasuulku dhahay calayhi salaam inta sadaa kasii badis inta sadaa kasii badis ilaa markii dambe uu dhahay wardigayga dhan haddaan ka dhigay kawar wardigii dhan waa maalinta oo nebiga lagu salaynaya calayhi salaatu wasalaam gabadha waxay akhrisaa 10,000 oo saliga nebiga calayhi salaam ninkii sheekha caalimka ahaa oo culimmada waaweyn oo masaaridu ka mid yahay haddaan idin sheego magaciisu waa wada maqasheen sheekhaas caalimkaa markaas wuxuu yidhi waa isku yaxyaxay waa xishooday ardadii haddii ardadii ay akhrinaysa intaas anaga xageen joognaa waa micnaheeda inaan intaas ka badinay ahayd ilaahay subxaana wa tacaala hadduu ku waafajiyo tawfiiq waa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku waafajiyo inaad akhriso saliga nebiga aad u fariisato shan ee culummada tilmaamaan imaam malik habeen walbu arki jiray nin sheekh ah iyadana gabar kalaa u timid waxay dhahday sheekhow waxbaa ugu dhacay ma garanaa inaad ii fasirtaan oo maxaa u dhacay markaasaa waxay tiri anay habeen walbaa nebiga riyo ku arkaa sheekh gacantuu saas madaxa saartay allahu akbar habeen walba ha habeen walba laakiin dhibaa haystay dhahday dhibaa haystay maxaa waay inaan faraxdayba ahayd may waxay dhahday xali io habeen hore ma arkay nebiga calayhi salaam marka inaan kula tashtaan rabaa wixii waxbaa igu dhacay wixii aan rabaa inaan ogaado adna aad tala isiiso wixii anay iska kay bedelayaan rabaa inaan kuu sheegay wixii oo dhan shan culummada wax badan ay sheegeen laakiin ani shan aan kusoo ururinayaa waa culummada waa badan yihiin aan ka hadlayo marka magacooda ma soo wada qaadan karo qaar waxay yidhaha horta kulli wax isku raaceen in nebiga calayhi salaam inta ugu badan aad ku saliso 1,000 ha ahaato 5,000 ha ahaato 10,000 ha ahaato micnaheed waxa waaye bini aadanka iyo hadalkooda ka go ilaahay xus nebigiisa ku salay calayhi salaatu wasalaam culamo qaarkood waxay dhaheen saliga nebiga istikfaarta ka hormaray ama islawat ilaahow dembi dhaafna ilaahay weydiiso adoo nadiif ah tawbad buuxdankaan marka kuwa maxay dhaheen culummada akhrinta saliga kathratu salaat cala nabiyi sala allahu alayi slam nebiga inaad ku saliso wax badan marka lama xadidin laakiin culummada waxay dhaheen inta ugu badan aad gaarsiin karto inaad gaarsiiso marka waxa laga hadlayaa kumanaana laga hadlayaa ilaahu noo fudaydi laba tacdiimu rasuul calayhi salaatu wasalaam shakhsiyaddaas nebiga inay kula weynaato inaad weynayso nebiga calayhi salaatu wasalaam cid kale inaysan kula weynaanin bini aadan ahaan waxaan ka hadlaynaa makhluuq ilaahay abuuray makhluuqoo kugu weyn agtaada nebiga calayhi salaatu wasalaam marka tacdiimka waxaa soo gelaya dhaheen culummada xub rasuulilaahi sala allahu alayhi wasalam nebiga inaad jeclaato markaad nebiga jeclaatana ruux markaad jeceshahay waa ku celcelinaysaa magaciisa marka inaad ku saliso calayhi salaam taasaaba keenaysa hadda ninka markuu naag jeclaado ma aragta waa ishilmaamaya afkeeda afkiisa waxaa soo maraya oo kusoo celcelinaya mar kasta gabadhuu jeclaa oo rabay inuu guursado wuu ishilmaamaya markaasaa waxaa jirta xikmad dhahayso qof walba wuxuu jecelyahay ku celceliyaa uu sheegsheegaa haddaad jeceshahay nebiga calayhi salaam saliga akhri marka laba marka waa maxay tacdiim wa xub rasuulilah sala alay slam nebiga inaad weynayso iyo jeceylkiisa saddex
وحده هن شيخ الجمعة وحده هن سيرة النبي يقف كأنه أخريه مالين والب دارت النبي جنا أخ النبي جنا عركته سيرة النبي مالين كست أخر واسد حوا كو وصل النبي كن يوحك بعض أنت جالسين كرتو لبا جعلك النبي عليه السلام سدح سيرة النبي عليه السلام أفر سنة النبي إن أدنو ليسيسو أنت كره كرتوا مرك صلاة سنة الدكو القرآن كأخر انت سمارين كستوا سنة أذكار تأخر انت وضوا سنة لا إله إلا وحده لا شريك له الملك له الحمد حبال كل شيء قدير بقول جير وحي النبي الأوسى من جير إنا النور أو سنة انت يتبرت هذا كو صلى النبي عليه السلام الله بجعلك النبي عليه السلام سدح سيرة النبي عليه السلام أفر سنة النبي إنا النور ليس لقان أهان شن وحيدان علوم هذا أنا الرالي هذا مد أفراد حواي سنة النبي إنا برطه عليه الصلاة والسلام شن إنا تقول لقانته أنا كلا خلو مريه سيرة إنا أخر سمارين والب سنة النبي علم أهان إنا أبرطه إنت على إنت جارسين كرت سدح إنا تقول لقانته إن على إنت جارسين كرت ده ما أنتوا سنة النبي جنب رنين تصالة هان وحما أنت ماشي أفر إنه لن هاو حيهد فدلوين هذا الإسان أن وذهلنا دمانتنا ملائكنا رجوكتو حديث بحولي هاي هدي ضد أي حصايان إلهي سبحانه وتعالى حفتهم الملائكة ملائكته وغشيتهم الرحمة ملائكة إلهي سبحانه وتعالى أجوغيسو ونلجوكت حدا نحرس إلهي راحا كجرنا ذات سوى مركة خير كدقسين أدود قنته شمتا صدار سماي سومالي والبو النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله وأركيسا عشان شق بضم وكسع لنا يكو كثرة الصلاة على النبي النبي قناة كسر انت كن أدقاسين كرتم عليهم ورب لبا رسولك جعيل كيس يوينين تيس انو كلو ناد عليه الصلاة والسلام انا ايمان احان انا اذكو ما يسنتهي وحكوين ومخلوق اه او كخي مبضن او الا هرمري يستاهل مجر مدحوينها هذا اما استارع هذا قفك دونها هذا سدح سيرتي نولش رسول الله عليه السلام راح نولش راح هو سيرة النبي عليه السلام إن أخر سطه لقد كنت قام كو أخر سطه لقد كو أخر مكرت كو أخر سطه أفر النبي عليه السلام سنوين كيس إن أتبرته شن إن أتكون لقنت سنة النبي عليه السلام كذب النبي وأركس عليه السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال لا بس سؤال ما شاء الله ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي سؤال ربنا يخليه بعدين. والله كله وانت ذلك. والله كله فيسبوك السؤال ما شكله جن كرتان. لا بس سؤال فيسبوك يلا بس سؤال غير أمهات الخير قل قاضي إن شاء الله. فضل. هاي قبر دمر يلا هاي يو يا كله هل قبر كله بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 السلام عليكم ورحمة عندكم هراوي أنا مركز حنوسن أصلي صلاتنا اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلام تام على سيدنا محمد الذي تنحل وصص لأخنا ولا خسرنا يا جتو ولا هي مركا وذات كلمة حلوين وحبك من جنا وحاس مركا ما تخانا مسعرنا تخانا معنا ما يا صلي النبي عليه السلام لا بس يا الله أخي يا دعت المعشوقة صلوات الإبراهيمية ونعيك لدونا أصحابه يسوع المسيح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وكوة قيبت الله بعد تنهد أشيء يسيد ويوسع لنا يسا أمان كستو النبي قال أمان سلاة نارية لها عدد الأخرية اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب وتبدأ بالحوائج وتبدأ بالرقائق يضع كوباً ولا شيء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعي سنة وين بنانتهاي واحد هذا آخر شيء وين بنانتهاي
وهذا أف صومالي هذا أف صومالي واحد لا يضحي ماركتي نبي عليه الصلاة والسلام أنكسر لنا يا صلاة يسلام بمسيران أو إلهي إنه كفر فروه ماركتي كربضة ماركتي وحي حرحرين إلهي كفر فروه ساس وواحد ليه سي أف صومالي هذا كواف صومالي أيه مركا دعاء كستو النبي قال لقوا أمانة وين بنانتها مركا تنكلي معهن إن إلا حديدان ديدا يا والدعاء دعاء كستو وين بنانتها هو نين شاقة وحوسة مي وحو ألفي ماركتي ألف ألف صل ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وكن كن جر أن كوسلي نبيك مع ألف ألف سلام كن جر وهل مليان أن كسلامي عليك يا رسول الله أنت سكوع العلي وكوع العلي هو يدي سوبري شيخ وكسوبرتي هو يدي سوبري هو يدي سوي حنون ستي كوم يجسي سبتالك أهل مركو ماذا بكي كسو بحضا وحيدا هذي ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله وين الرمتين ومركا مركا وحان ولجي ذا علوم هذا وحي اجتهاد سمايان وأمانة النبي أهو يبنانته هاي هدي النبي أن لقب حينين أدون نمديس ويبنانته هاي أوكي قفك قفك حلو إن شاء الله عليكم السلام قفك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وين السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ وهاي ديما مع ما هاي وذكر بدن أخرسه الحمد لله ما شاء الله. لاك أقبله. قفا ويدي وحير لها شيخ مالنت الجمعها كمانان أيان أخرية مالمها كلا صلاة كذب صلاة والبو أنت كذا مركا على كل حال قف كاسي وحشيغو يا مالمها الجمعها وحاجر حديث رسولك عليه السلام سو أروري أو تلمام أيو مالمها الجمعها إن تحسن قارة إن لزيادية سلق النبي عليه الصلاة والسلام أو النبي جاب الله برد قالي لي مركات آخر صو فلس أو كلمان جمعها واسكتوا صلاة وقصوا وقها بالقبصان أيه مرك كن جر النبي كوصل صو النبي قال له شيء قال حلا له فلس أيه كن جر كوصل سي ويكوسو دعي سي ويكوسو ويكوسو سلانتي مرك أسا فلس وحقوا جيب شفع علي رسولك مرك خوف كاس فيسبوك وحقوا بشارين أيه صحوا وسنة جمعها سجونها إن الله بديه ما المها كلام لما جوجين أيه إيه جانا والغوص لنا النبي عليه السلام هي سيوة دمك سؤال شادي أضر رالعة أوكي ما هي الشيخ لما له الشيخ ما هو يدير ربي مدو هذا لقد جو سنة آخر حنون صدي مارك الدكر يقولي وحا مقلي إن عاقمات إيو والدكر يجير لكن حد لكن حكسو دي مدام أنجرنا الدكر بي انتيا كبري أنا أميونا إن إلا شمعان على عاقمات إيوسية نعم مارك دكر بس مين نقول عمد أو إلى سبحانه وتعالى مس عارف ما كذا أمي يستي وفهم وحسد عي ممدر ودفن يستي عارف ما دواء ما كبرت على الميزان كذا مي وكبا وفهم وشقه أوكي مركو هراء مركي أو الدعيسة يسيد سؤال أدو في عنوة إلهي قرب قصية صفي عنوة أوي دي سي وحان قف كرنتان المامنة كاهر مرينة يا أو ويدي تصبح تصبح مبنائي لإستعماله قف كاس وأسو كوبا ياها تصبح بقول كي بقول وبناية لاستعماله وحباك الأولين عدي ذكرت مالهن عدي الأوهستنا مالهن تصبح إن الاستعمال كريم بقول كي بقول تصبح واستعمال كرتا لمبر كريم تا استعمال كرتا شن بقول ها هذا أما بقول ها هذا واحد داية مالهن هذا حد داية سؤال شو ولا شيء هذا ويدسي إلهي سبحانه وتعالى أكبر كيو وسفعنا ويدسي نيد هذا كوكوتو عافمات كاسين هاد كوهشو وإلهي عافمات كوسيو أجر مكيليسا وحان يستيكو حرانتاي ولا شيء هداد أون يستو إناد إلهي كرالي قلينيسو إسلام مركاسا سيد إمام أحمد أود لهي أوكالي إسلام مركاسا إلهي عافماتو كووسيو لابد واهيليسا أجر كي أدربتني واذهلي عافماتكن واهيليسا إن شاء الله سوابتو آيدو حاجر تؤديهيسو فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فصنو يسيرو لليسرى وحلقة فإذا استداد صدق أبحثتو عافمات إلهي صدق صدقوا هذا أبحثت هذا الشقر هذين أتشقق وهشوا صدق هذا إلهي سبحانه وتعالى ملك أبحثت إلهي شقوك وغصينا يا ملك عمل كستو الصالحة واحد أني يستو إلهي وغصينا يا ذات سواء قفك مؤمن كأوحوها استا وحان لترنكر أو نعمة لكن ما استعماله وحال أدها علم هذا وحان لهنا قفك مؤمن كأه
دينتا ان سيف عن وفهم سنان وحلم الدهاي قف كوري سي بوحان نوع كستو الدواء او هدو حنون صدو هدو متكوت حنون وقاتو حنون كاسي لو قتل قلي او عبو او كلي وكل راي سنايو ساسو كلي اي لم تايو على كتاب القرآن كوري يالو اما عركتي هدايت المكهد لأخرنت كتاب كلاي سبحانه وتعالى كتاب القرآن كوري يالو ووح وين وأخرنتي سيواجب نقول تايم على المنان الأخرنه لكن دتك الضيعان مرك يضو كوبا إمام أحمد وحور هاي شيء لبا لبا شيء ولون يسان كرا هل عمل معنا لبا شيء أما عملك وقيبين كرتا ساسو الله مثلا صدق عرفت أنا بحثت على هذا صدق عن بحثي وحن أني يستي لبا ذي الوالد يأنيك يحاسك يعرورتين وحور هاي إن شاء الله وذو قارسة إلهي سبحانه وتعالى وكريم واي ثواب كنا واحد ذا يا ملهم مرك أنت سوق وهم شارين أيا أني يسوا وح والبو مرك ذكر جاء خصته وحدا إلهي وعافي وحي كوا أرجع سين أني يسوا إلهي نعافي ما إلهي سبحانه وتعالى في ميزان حسناتي إلهي هيجوب بحيو ساس ده إن شاء الله عرورتا بضيع صلى النبي عليه السلام مكهلا ين أجر عرورتا أد صلى النبي أسمى يسوا أما ذكر أخرسه أما قرآن كأخريه أما حفظية وح على وحي سمعنا ين أردن وح على وحي صابنا ين لبدو والد ما شاءت المحوى سر أكو جفت النمع فارح كبرنا سي وكو هذا القبصنا ين رالي هاو أسواش ويدسي إلا يخيرها كو سي سؤال أدو فعنا ويدسي أنا وكو راح استمعين ذكا قررنا يو سألتوا إلميقي أردن هبين كي وحباء وضع أخرنا مركا كو وين يقع لو وحي صابنا لكن كو ير يركا وح على وحي أخريان أردن ميزان حسناتك حليلا لذلك قف بقفك كعلم بذينها او علمه هذي كعبادة بذينهن وكخير بذينها إلهين وكقدو ياه انت سوف جوجينينا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.